بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الرابع عشر. إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم عن المستقبل وما يحدث فيه، والمستقبل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يطلع رسله على شيء من الغيب من أجل مصلحة الناس، ما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله يطلع رسله على بعض المغيبات معجزة لذلك الرسول ولأجل مصلحة البشر. فقوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا مما أطلع الله رسوله عليه من المغيبات من أجل أن يبين للناس ماذا يعملون عند حدوث ذلك الشيء في المستقبل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس بتغير الأحوال في المستقبل وماذا يصنعون عند ذلك. كان الأمر على عهده صلى الله عليه وسلم مستقرا، يحكم الناس بكتاب الله عز وجل، وكان الأمر مستتبا ومستقرا. ثم من بعده عليه الصلاة والسلام جاء عصر الخلفاء الراشدين، وكان الأمر أيضا مستتبا على أحسن ما يرام. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، سموا بالخلفاء لأنهم خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في سياسة الأمة والقيام بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عهدهم عهداً، كان عهد الخلفاء الراشدين عهداً طيباً، وكان الإسلام
عزيزا في وقتهم، وكان من عنده مخالفة لا يجرؤ على أن يظهر مخالفته، من عنده مخالفة فإنها تبقى عنده ولا يجرؤ أن يظهرها. لهيبتهم وقوتهم في أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد انقضى عصر الخلفاء الراشدين حصل ما حصل من الاختلاف في الأمة، وظهرت الفرق الضالة ونادت بمذاهبها، فعند ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في أن تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاؤه الراشدون. كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ يعني من هي هذه الواحدة التي نجت من النار؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، حصل الاختلاف، سيرى اختلافا، وليس اختلافا يسيرا، بل قال اختلافا كثيرا، حصل الاختلاف الكثير بعد انقضاء القرون المفضلة، حصل الاختلاف. والقرون المفضلة هي التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إنها تحدث بعد القرون المفضلة أمور منكرة. من رحمة الله عز وجل أنه وفق رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الوصية لأمته، سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذه هي الوصية، الوصية بلزوم السنة، والسنة
ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة في اللغة الطريقة، سنة في اللغة الطريقة، قول عليكم بسنتي أي طريقتي وما أنا عليه. وقوله عليكم هذا حث منه صلى الله عليه وسلم، يسميه العلماء بالإغراء، الإغراء عليكم أي يلزموا، عليكم أي يلزموا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي يلزموا، يلزموا ما يلزموا سنتي، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي طريقة الرسول وسنة الخلفاء، أي طريقة الخلفاء، لأن طريقة الخلفاء تتمشى على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا حجية ما كان عليه الخلفاء الراشدون، وأنه حجة احتج به بعد الاحتجاج بكتاب الله بسنة رسوله، يحتج بما عليه الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الراشدين جمع راشد، والراشد ضد الغاوي، الرشد ضد الغي، كما قال تعالى قد تبين الرشد من الغي. خلفاء، ثم وصفهم بأنهم راشدون أي مهتدون. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، المهديين الذين هداهم الله، المهديين جمع مهدي من الهدى، وهو ضد الضلال، فالهدى ضده الضلال. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الأمر، تمسكوا بها أي بسنتي وسنة الخلفاء، تمسكوا كما يتمسك الإنسان بالحبل عندما يكون في خطر، فإنه يتمسك بحبل النجاة الذي ينجو به من ذلك الخطر، كالغريق في الماء يتمسك بالحبل الذي به نجاته، فكذلك عند الاختلاف يصبح الناس كالغريق في لجة البحر من شدة الفتن والصوارف والأهواء، وليس له نجاة إلا بأن يتمسك بما ينجيه
من ذلك الهلاك، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا كتاب الله وهذه سنة رسوله، يأمراننا أن نتمسك بالحق، أن نتمسك بالحق الذي جاءنا من عند الله عز وجل، لا سيما عند الفتن والاختلافات بين الناس. تمسكوا بها، وعضوا هذا زيادة تأكيد، تأكيد ثالث، عضوا عليها بالنواجذ أي الأضراس من شدة التمسك، لأن الغريق إذا كان في اللجة وخاف من الخطر وعنده الحبل يعض عليه بأسنانه من شدة الحرص على النجاة، من شدة حرصه على النجاة لما هو فيه من الخطر. فإذا خاف من انفلات الحبل، إذا خاف من انفلات الحبل من يده عض عليه بنواجذه. هذا حث منه صلى الله عليه وسلم وتأكيد للتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند حدوث الاختلافات بين الناس في الآراء والمذاهب والعقائد. عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من ضد السنة، حذر من ضد السنة، وضد السنة هو البدعة، ضد السنة هو البدعة، والبدعة ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث في الدين من غير دليل. فمن قال هذا الأمر من الدين، أو هذه المسألة من الدين، أو هذه العبادة من الدين، فإنه يطلب منه الدليل، فإذا لم يأتي بدليل فإن هذا بدعة وليس من الدين. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط في معرفة البدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل. وإن كان يتقرب به إلى الله ويطلب الأجر ويظن أن هذا خير فهو شر، ما لم يأتي في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فهو شر وليس خيرا، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين
كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، فما لم يأتي في الكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين فإنه بدعة في الدين مردودة، وإن كان صاحبها يظن أنها قربة وأنها عبادة وأن قصده الخير. ليست العبرة بحسن النية، ليست العبرة بحسن النية حسن المقصد، لكن العبرة بالدليل، هذا هو المعتبر. والدين كما ذكر الله قد كمل، أكملت لكم دينكم، فلا يأتي أحد في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة، لا يأتي بإضافة وزيادة ويقول هذه من الدين. نقول لا، ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الدين. ولو أن الذي أتى بهذا الشيء من العلماء ومن الصالحين ومن أصحاب النيات الحسنة فإنه لا يقبل، لأن العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يقبل شيء منها إلا إذا كان عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من هدي الخلفاء الراشدين. فالذي يأتي ببدعة معناها أنه يرى أن الدين لم يكمل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين الدين التام، لأنه لم يذكر هذه البدعة التي جاء بها فلان أو علان، فمعناه اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم البيان، أو اتهام القرآن بالنقص، هذا معناه. وإن لم يتلفظ بذلك فإن هذا هو المؤدى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم، إياكم كلمة إياكم كلمة تحذير، تحذير، هذا مقابل قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فلما حث على التمسك بسنته وسنة خلفائه حذر من ضدها، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا مجال لأحد أن يأتي بعبادة أو قربة وليس لها دليل في كتاب الله أو سنة رسوله ويقول هذه طاعة، نقول له: لا، هذه معصية وليست طاعة، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول نهانا عن البدع، نهانا عن البدع وحذرنا منها، فقال: وإياكم ومحدثات
الأمور المحدثات، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدما أكمل الله الدين، لأن الله جل وعلا ما ترك شيئا فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم إلا وبينه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل به خلفاؤه الراشدون. فهذا سد لباب البدع. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا التحذير من البدع، قال: فإن كل محدثة بدعة، والبدعة ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث في الدين، ما أحدث في الدين من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسول، هذه هي البدعة، هذه هي البدعة المذمومة. أما الأمور العادية التي ليست من الدين، الأمور العادية التي ليست من الدين مثل الملابس والمآكل والمشارب والعادات، هذه لا تدخل في أمور الدين ولا تسمى بدعة. فمثلا الماضون من هذه الأمة كانوا يركبون الإبل والحمير والخيل، والآن نحن نركب الطائرات والسيارات والبواخر، هذه ما كانت موجودة في الأول، هل نسميها بدعة؟ لا، هذه ما هي بدعة، هذه من المنافع التي خلقها الله، خلقها الله لنا سبحانه وتعالى. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض. فالله خلق هذه المنافع وأباح لنا الاستفادة منها، وهي ليست من الدين، هذه من المنافع ومن العادات ومن المصالح. فالبدعة إنما تكون في أمور الدين، أما أمور الدنيا وأمور العادات فالجديد يؤخذ، الجديد المفيد يؤخذ، السلاح، المراكب، الملابس. الأولون كانوا يبنون مساكنهم من الطين ومن المدر، يعني من الطين ومن الحجارة، والآن المساكن تبنى بالإسمنت وبالمسلح. فلا نقول إن هذا بدعة، نقول هذا من المنافع التي أباحها الله لنا، لكن ما اكتشفها، لم يكتشفها الناس إلا في العصر المتأخر. فأمور العادات وأمور المنافع الدنيوية هذه خلقها الله للعباد ليستعينوا بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي نعمة منه. ففرق بين هذا وهذا. ولهذا قال: من أحدث في أمرنا هذا، هذا يعني الدين. فالبدعة إنما تكون في أمور الدين والعبادة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وهنا يقول: فإن كل محدثة بدعة، محدثة يعني في الدين، لأن الدين تكامل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أنه يجي فيما بعد ويضيف إليه شيء
لم يأتي به الرسول ويقول هذا من الدين، نقول لا، هذا ليس من الدين. لو كان من الدين لجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكم حدث من البدع والمخالفات التي يظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عن الله عز وجل. تعبد بالبدع من دين النصارى، النصارى هم الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات، وقلدهم من قلدهم من هذه الأمة فأحدثوا البدع وقالوا هذا من الدين. والعجيب في الأمر أنهم يقولون البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. نقول هذا تقسيم مردود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم ولم يفصل في البدعة، بل قال كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وأنت تقول ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة، هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا فماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، وأنت تقول هناك بدعة حسنة، هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس هناك بدعة ضلالة، عمم صلى الله عليه وسلم في البدع ولم يستثني منها شيئا. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث يتضمن هذه الوصية العظيمة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن حدوث الفتن والاختلافات وحدثت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأوصانا عند ذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين، وحذرنا من البدع التي ستحدث في آخر الزمان، فقد حدثت وكثرت. كثير من الناس الآن إنما يحرصون على إحياء البدع ولا يرغبون في السنن. وفي السنن والحمد لله غنية وكمال، لكنهم لا يرغبون إلا البدع، لأنهم ضلوا والعياذ بالله. وإذا ضل الإنسان فإنه لا يميز بين الحق والباطل، بل يحرص على الباطل أكثر مما يحرص على الحق. ولذلك تجد هؤلاء ينشطون في إحياء البدع ويموتون عن السنن ويكسلون عنها ولا يرغبون فيها، وهذا من العقوبة له. لأن الإنسان إذا ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالبدع شر وضلال وصرف عن الدين، وإن زينوها وحسنوها بزخرف القول فإنها بدع وضلال وفتنة وشر. فالواجب على المسلمين أن يحذروا من البدع بأنواعها، البدع في العقيدة، البدع في العبادة، البدع في الطاعات. يكفينا أن نعبد الله جل وعلا بما شرعه لنا،
ولا نشرع لأنفسنا شيئا لم يشرعه الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعبادة توقيفية على الكتاب والسنة، فمن جاء بشيء وادعى أنه خير نقول له: وين هات الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من هدي الخلفاء الراشدين، هات لنا دليل. فإذا لم يأتي بدليل قلنا هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن زعمت أنه طاعة وأنه قربة فهو معصية لله عز وجل. ولكن إذا غلبت الأهواء، إذا غلبت الأهواء في الناس وساد التقليد الأعمى في الناس، فإنهم يعتقدون الحق باطلا والباطل حقا، ومن دعاهم إلى السنة كفروه أو ضللوه، ومن دعا إلى البدع شجعوه. هذه عادة أهل الضلال في كل زمان ومكان. ولكن الحمد لله الحق واضح والطريق بين، وبين أيدينا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبين يدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة ومدونة ومعتنى بها غاية العناية، حتى كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بها. هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع السنة واجتناب البدعة، ونسأله أن يثبتنا وإياكم على الحق، أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجنبنا وإياكم شر الأهواء والتقليد الأعمى، إنه سميع مجيب. نسأله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين وأن يكبت أعداء الدين والمبتدعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن اتبع هداه. جزا الله فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله على ما قدم. يقول السائل: هل البدعة أشد أم المعصية؟ البدعة أشد وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يرتكبها صاحبها وهو يعرف أنه عاصي، ولكن غلبته شهوته أو هواه وهو يعرف أنه عاصي ويرجى أن يتوب، لأنه ما دام يعرف أنه عاصي فإنه يرجى أن يتوب، خلاف المبتدع فإنه يرى أنه على حق، يرى أنه على حق ولذلك لا يتوب. فالمبتدع قل منهم من يتوب، بخلاف العصاة كثير منهم من يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: يقول البعض أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة أن ذكر الفرق القديمة والمعاصرة المنحرفة والتحذير منها ومن أصحابها يفرق الناس ويحدث الفتن، فهل هذا القول صحيح؟ هي الفتن، هي نفسها الفتن. هذا اللي يقول الكلام ذا ما يعرف
نفس الفرق ونفس الاختلاف، هذا هو الفتن. فنحن نحذر من الفتن التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. القرآن حذر من الكفار، حذر من أهل الضلال، ثم قوله يفرق يفرق. كيف نجمع بين مبتدع وسني؟ ما يجتمعان أبدا، لأنهما متضادان، فلا يجتمع الناس إلا على الحق. ما يجتمع الناس إلا على الحق الذي جمعهم في أول الإسلام، هو الذي يجمعهم في آخر الأمر، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لا يصلح الناس ويجمعهم إلا الحق. أما أن يجتمعوا وهم متفرقون ومتخالفون عن الحق، هل هذا لا يمكن أبدا؟ نعم. يقول السائل: كثير من الجماعات الإسلامية اليوم تدعي أنها على منهج أهل السنة والجماعة، فما صحة دعواهم هذه؟ الحمد لله، نحن نحب أنهم يكونون على منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما نريده وما ندعو إليه. لكن من ادعى أنه على منهج أهل السنة والجماعة، نعرض مذهبه على الكتاب والسنة وعلى مذهب أهل السنة والجماعة، فإن وافق فهو صادق وهو أخونا، وإن كان مخالفا فدعواه لا تنفعه. الدين ما هو بدعاوى، الدين حقيقة ما هو بدعاوى. والدعاوى إذا لم يقيموا بينات عليها أهلها أدعياء. نعم. يقول السائل: لي صاحب انضم إلى بعض الفرق الضالة، وذلك لما معها من بعض الخير، فهل من نصيحة؟ نعم، النصيحة أنه يرجع إلى أهل الحق وإلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه الراشدون وما عليه أهل السنة والجماعة. ننصحه أن يرجع إلى الحق. الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق خير من التمادي للباطل. ولا يكفي إن بعض الفرق فيها خير، ما يكفي هذا، لا بد أن يكون مذهبها خالصا على منهج السلف. أما أن يكون عندها مخالفة لمنهج السلف، هذا لا يقبل ولو كان عندها بعض الخير. فمن سنة الله إن بعض الأمور يكون فيها شيء من الخير، ولكن ينظر هل الخير هو الغالب أو الشر هو الغالب. فإن كان الشر هو الغالب فإن هذا الخير لا ي... فإن هذا المذهب لا يقبل، الذي شره أكثر من خيره. أما إذا كان الخير أغلب فإنه يقبل. نعم. يقول السائل: هل في الإسلام ما يسمى بمفكر إسلامي؟ هذا من الأمور السهلة، يعني كلمة مفكر أو الأمر سهل، خله يفكر الأمان، فكر لكن يرجع إلى الحق. الله جل وعلا يقول: لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون. خالف لا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف إمام يستقبل بعض الجماعات الضالة كالصوفية؟ نعم. هل يجوز؟ تكمل للسؤال اللي الجواب اللي المفكر لا بأس، قال المفكر، لكن لا يقال الفكر الإسلامي. الحذر أن يقال الفكر
الإسلامي. فالإسلام ليس فكرا، الإسلام دين وحي وليس فكرا. نعم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف إمام يستقبل بعض الجماعات الضالة كالصوفية؟ إن كان يستقبلهم للدعوة وبيان الحق فلا بأس، أما إن كان يستقبلهم ويقرهم على ما هم عليه ويأنس بهم فهذا لا يصلح أن يكون إماما، لأنه قدوة اقتدي به الناس. نعم. يقول السائل: هل الاحتفال بعيد الميلاد وعيد الأم وما يسمى بالأعياد الوطنية من البدع؟ نقول كل شيء يعرض أو يحدث نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعيد الأعياد، أعياد الموالد، هل جاء في الإسلام في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في سنة الخلفاء الراشدين أو في عمل القرون المفضلة، هل جاء ذكر للموالد؟ ما جاء، وإنما حدث بعد القرون المفضلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. يقول السائل: هناك شاب يقال أنه مستقيم ولكن كلامه سيء، ولكن كلامه سيء، وعندما تنصحه يقول للناصح: أصلح نفسك ثم أنصح ثم أنصح، فهل هذا مستقيم؟ هذا كلام فيه احتمال، إن كان قوله أصلح نفسك يعني واتركني لا تبين لي شيء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يعني معناه ان ما عليك الا من نفسك ولا عليك من الناس، هذا كلام باطل. الله جل وعلا اوجب علينا الدعوه الى الله، واوجب علينا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واوجب علينا النصيحه، الدين النصيحه، فنحن علينا انفسنا وعلينا من اخواننا اننا ندعوهم إذا أخطأوا ونبين لهم، لأننا نحب لهم ما نحب لأنفسنا. فإذا كان قصده أنك تترك الدعوة وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عليك إلا من نفسك، هذا كلام باطل. أما إن كان قصده ابدأ بنفسك أولا ثم ادعو الناس، هذا كلام حق، إن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بنفسه أولا ثم يدعو إخوانه ويأمر وينهى بعدما يستقيم هو في نفسه، وإلا فالله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ لا بد أن الداعية هو أنه يصلح نفسه أولا. نعم. يقول السائل: ما معنى قول بعض السلف: أهل البدع كالعقارب تدفن رأسها وتبقي أذنابها حتى إذا تمكنت لدغت؟ نعم، كلام واضح أن أهل البدع فيهم نفاق، أهل البدع يبتلون بالنفاق، وهو أنهم يظهرون الخير ويبطنون الشر، يظهرون الخير للناس خديعة، يخادعون الله والذين آمنوا، ويبطنون الشر، ومتى ما تمكنوا من نشر الشر نشروه مثل العقرب. نعم. يقول السائل: هل إحياء ليلة عيد المولد النبوي بدعة؟ إحياء ليلها ونهارها، ما هو بس ليلها، كلها بدعة فلا يجوز العمل بها ويجب الحذر منها. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. هل إحياء المولد هل هو من محدثات الأمور ولا من السنة؟ من محدثات الأمور بلا شك. نعم.
يقول السائل: في بلادي فئة متكتلة يكفرون ولاة الأمور بلا استثناء ويحرضون العوام على الخروج على الحكام، فهل يعتبر هؤلاء من الخوارج؟ نعم، من اعتنق مذهب الخوارج وقال بقولهم فإنه يعتبر من الخوارج. الذي يكفر المسلمين ويكفر حكام المسلمين هذا مذهب الخوارج. نعم. يقول السائل: أنا إذا قلت أنا على منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح أو على فهم السلف الصالح، يقول: هم رجال ونحن رجال. إيه، لكن الرجال بينهم فرق، ولا هم رجال ونحن رجال، لكن الرجال بينهم فرق كبير. فهم رجال هم رجال كما قال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم رجال يعمرون المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأما غيرهم فهم رجال خالفوا هؤلاء الرجال الذين أثنى الله عليهم، فلا تنفعهم رجولتهم ما تنفعهم. نعم، الرجولة الممدوحة هي الرجولة القوة في الحق، هذا هو الرجولة. نعم. يقول السائل: ما الموقف الصحيح من أشرطة وكتب بعض الدعاة الذين جرحهم وبدعهم علماء أهل السنة والجماعة؟ هل نحذرها ونحذر منها؟ أنا لا أقدر أقول فيها شيء حتى أسمعها. هالأشرطة اللي تقولون أنا ما أحكم عليها حتى أسمعها وأشوف هل هي باطل ولا حق. نعم. يقول السائل: من له الحق في الفتوى في النوازل؟ الفتوى من اختصاص أهل العلم، الفتوى من اختصاص أهل العلم، لا يفتي إلا من عنده علم من كتاب الله من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: جاء في كتاب الحموية لشيخ الإسلام أن المعتزلة يقولون عن القرآن أنه حكاية عن كلام الله، وأن الأشاعرة يقولون هو عبارة عن كلام الله، فما الفرق؟ المعروف أن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، يقولون بقول الجهمية، ولكن لعل هذا حكاية عن المعتزلة القدامى. أما المعتزلة المتأخرون فهم أخذوا مذهب الجهمية وقالوا القرآن مخلوق، صرحوا بذلك. نعم. يقول السائل: الإمارة في السفر ما هي حدودها؟ حدودها السفر، في وقت السفر فقط يختارون واحد يرجعون له عند الاختلاف، ويعين لهم الأمور التي يحتاجون إليها، هذا في السفر، في مدة السفر. نعم. يقول السائل: ما هي المصلحة المرسلة؟ المنافع، مصالح المرسلة هي المنافع التي لم يرد نهي عنها. نعم. يقول السائل: أسكن بجدة، أحرمت من بيتي ثم لم يتوفر لي المال فألغيت إحرامي، فماذا علي؟ إذا كان ما معك مال يمكنك من المجيء إلى مكة، ما معك أجرة سيارة ولا معك مصروف
تصرف، هذا يعتبر من الإحصاء. المحرم إذا ضاعت نفقته أو سرقت أو نفدت ولم يبقى معه شيء صار محصرا، يتحلل من إحرامه. إن كان اشترط فليس عليه شيء، إن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهو يتحلل وليس عليه شيء، وإن كان لم يشترط فعليه الفدية، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي عليه الفدية، وهي ذبح شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء، وإن لم يقدر صام 10 أيام. نعم. يقول السائل: كنت أعمل في شركة فمرضت، وأنا الآن أتقاضى أجري من صندوق الضمان الاجتماعي التابع للحكومة، مع العلم أن هذا الصندوق يتم تمويله بواسطة خصم نسبة معينة شهريا من أجر كل عامل، حتى إذا مرض أحدهم تقاضى أجره من هذا الصندوق، فما حكم هذا المال الذي آخذه؟ إن كان الضمان الاجتماعي من بيت المال هذا لا شك في حله وإباحته إذا كان من بيت المال، أما إذا كان إنه من التأمين يؤخذ من التأمين هذا لا يحل ولا يجوز. نعم. يقول السائل: ما قولكم فيما يجري الآن بين طلبة العلم من تزكيتهم لأنفسهم بقولهم أنا عالم، حتى قال قائلهم أنا أمة لوحدي، وما حكم هذا القول؟ التجربة، نجربه نشوف هل هو عالم ولا ما هو بعالم. دعوة ما تكفي، إن كان هو عالم ظهر علمه وعرفنا علمه، أما مجرد أنه يدعي أنه عالم فنحن ما ندري عنه إلى الآن. نعم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يكتب وصفات الدواء لأصدقائه باسمه لأنهم لا يملكون ورقة الضمان لاسترجاع أموالهم؟ الكذب لا يجوز، إذا كان هذا من باب الكذب والاحتيال هو لا يجوز. نعم. يقول السائل: هل يجوز الرقص والزغردة للنساء في الأعراس؟ أما الرقص الذي هو التمايل فقط، الرقص المعروف عند العرب وعند المسلمين للنساء وقت الزواج هذا لا بأس به، الذي هو التمايل مع الستر ومع العفاف والصيام. أما الرقص الخليع المعروف الآن مذهب الراقصات الخليعات الذي يصحبه عري ويصحبه تكشف للمرأة هذا الرقص حرام ولا يجوز. نعم. يقول السائل: في بلدنا يصلون الفجر قبل دخول وقته، فما حكم صحة الصلاة، وما حكم حضور الجماعة معهم حفظكم الله؟ لا أظن هذا صحيحا، ما أظن أنها البلد كامل يتفقون على الصلاة قبل طلوع الفجر، ما أظن، يمكن بعضهم يمكن، أما كلهم فلا أظن هذا يقع. نعم. يقول السائل: شككت في وضوئي أثناء طوافي للعمرة، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ نعم، إذا كنت محدثا لست على وضوء وشككت هل أنت توضيت أو لا فالأصل أنك لم تتوضأ، أما إذا كان العكس أنت متوضئ يقينا ولكن شككت هل انتقض الوضوء أو لا فالأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة والوضوء وطوافك صحيح. فمن كان غير متوضي وشك هل توضأ أو لا فالأصل أنه غير متوضي، هذه قاعدة. ومن كان متوضئا بيقين وشك هل انتقض وضوءه فالأصل بقاء الطهارة. نعم.
يقول السائل: عندنا طالب علم إذا أفتى أحيانا أو استنبط حكما قال هذا لم أسبق إليه، فما قولكم؟ الذي لم يسبق إليه لا خير فيه، يعني فهم ما سبق. كل علماء المسلمين من أولهم إلى آخرهم ما سبقوا إلى هذا، معناه شذوذ، معناه أنه شذ عن علماء المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.